حجم العمل اللي بيتعمل في المحافظه دي هو نموذج للي بيتعمل في ال 27 محافظه. مفيش محافظه النهارده في مصر ما فيهاش مشروعات قوميه تنمويه هدفها في الاساس هو رفع مستوى المعيشه لكل اهالينا في كل ربوع مصر. السيد المحافظ عرض ان على مدار الاربع سنوات الماضيه بيتنفذ اكتر من 4320 مشروع بتكلفه 80 مليار جنيه. دي المشروعات القومية اللي بتتنفذ في كل ربوع المحافظة، اتنفذ منها حتى هذه اللحظة 60% منها بنسبة انفاق اكتر من 49 مليار جنيه. الكلام ده بيتم بالتوازي، يعني ده كله بيتعمل وجنبه بالتوازي بدأت طبعا المبادرة العظيمة، مبادرة حياة كريمة اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنشمل 6 مراكز من المحافظة، 42 وحدة محلية، بأكثر من 3900 قرية وتابع. عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار. ده غير ال 80 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم كمشروعات قومية. لما بندخل على الريف المصري اللي فيه 60% من شعب مصر ونعمل له تطوير كامل لشبكات مية وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وحدات صحية، مدارس، حضانات، مباني، مراكز شباب، تضامن اجتماعي، كل الخدمات اللي ممكن ان القرية كانت في امس الحاجة اليها لعقود طويلة مضت وما كانتش موجودة. يمكن النهاردة زي ما حضراتكم شايفين احنا اختتمنا يعني الجولة بزيارة المدرسة، وهنا في قافلة علاجية يعني كبيرة جدا متنفذة من خلال جامعة طنطا، اساتذة على قمة الهرم العلمي، اطباء مع اساتذة مساعدين مع مدرسين، كلهم جايين هنا بيعملوا كل الخدمات الطبية لاهالينا في القرية. احنا بنتكلم هنا ان كل هذه النموذج من القوافل تقريبا موجود كل يوم في قرية في قرى مصر. كل دي الحقيقة انا بعتبرها حزمة من الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية بقالها مش منتظرين كانت الازمة تحصل. احنا بقالنا على هذا المنوال، حضراتكم عارفين في اخر 5 او 6 سنوات حجم العمل اللي بيتعمل في هذا التوجه قد ايه.